مجلس الشريف. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا فقال: لا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. ما معنى سويته في الحديث، علما أن القبور عندنا في رفحة ما يقارب الشبر؟ معنى قولي سويته أي بما حوله، أي جعلته مثل ذي حوله، أو معنى سويته أي جعلته سويا أي موافقا للشريعة. فمثل لو إنسان مثلا جعل على قبر أبيه أو أمه، جعل مثلا نصائب رفيعة عالية تنظر من بعيد، قلنا هذا قبر مشرف، سوه، نزل الحصى أو بدلها بصغيرة. وكذلك لو جعل له ترابا كثيرا بحيث يتميز عن غيره يقال له أيضا لا بد أن تغيره. نعم، بعضهم قدره بشبر، الشبر ما بين رأس الخنصر والإبهام، إذا مددت يدك هكذا.